صباح الخير طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. جاتكم فيديو جديد على قناة ام ريماس شانيل. نتمنى ان ينال اعجابكم. وهون كيف تشوفوا الطفيلات، بديت معاكم الفيديو من الصبح، اخترت عني يعني نشارك معاكم لقطات ولا مقتطفات من صباحي كيفاش جليت خطة. هون كيف تشوفوا بديت كنحضر وجبة الفطور، وجبة عادية يعني بداكشي اللي عندي في الدار، ما حضرت شي سبيسيال، يعني داكشي اللي عندي في الدار هو اللي طرحته باش نفطروا به ان شاء الله. هون صبحت باغية القهوة، وجدت راسي كاس من القهوة وترك الصغار اللي نوجد لهم الحليب والكاكاو. عادة الطفيلات انا نفطر بأتاي، ما نغسل عنه شي، القهوة كنخليها للعشية، ولكن اليوم فضلت عني نفطر بها في الصبح. وهذه هي الطفيلات ميدة فطورنا، كيف تشوفوا عادية داكشي اللي كتبونا انا. المهم اللي هي نفطروا دريك، وخليكم معايا لاخر الفيديو اللي نشارك معاكم يعني اقتراح لوجبة الغداء، ولا المهم هو اقتراح بسيط بالنسبة للطفيلات اللي يعدوا حائرات. ودرك طفيلات كيف قلت لكم هاني لي نشارك معكم وجبة الغداء، هو اقتراح والله فكرة يعني كتبقى بسيطة. نعرف عنا بعض المرات نحيرو في الغداء وفي العشاء شلاهي نحضرو له ولا شلاهي نوجدو، ففضلت عني نشارك معكم يعني اقتراح بسيط. عندي هون قطع الدجاج شلاهي نعدلهم في الفران، هون كنوجد شرميلة، عندي درسين من الثوم، عندي الملح، الابزار، سكنجبير، شوي من التحميره وشوي من الملون الغذائي والله من التصفيره، اللي نضيف عليهم القليل من بودره البصله، واللي نضيف عليهم قليل من عطريه الدجاج، اللي نضيفهم لي المعدنوس والقزبر كيبقى اختياري، انا كنفضل لا المعدنوس وحده، اللي كيفضل مع القزبر عفوا يضيفه، واللي نضيف عليهم شوي من الزيت صافي، واللي نضيف عليهم لي القليل من المطارد. ومن فم لهي نبدا ان شاء الله فيهم قطع الدجاج، خليكم معايا لاخر الفيديو. وهون طفيلات اللي نضيف القليل من قشور الحامض محبوب، وكيف قلت لكم اللي نضيف القليل من المطارد صافي، واللي نبدا نشرمل هذاك الدجاج اللي عندي.
وذلك لا ينتقل باش نحضر شلاطة ديال المكرونية. شلاطة سهلة وبسيطة كيف تشوفوا هون، عندي قطع من الخس ومطيشة قطعتها على هذا الشكل طوماط سوغيز، وعندي هون اللي نضيف لهم المكرونية سلقتها، وعندي الملح والابزار والكمون، هذه هي العطرية اللي نحتاج، واتون. صافي هذا الشيء اللي نحتاج في شلاطة. كيف قلت لكم شلاطة بسيطة وسهلة. وهذه شلاطة كيف تعرف الطفيلات تقدروا تحكموا في المكونات، تقدروا يعني تضيفوا المايس، تقدروا تضيفوا بصلة الكاشير، يعني ياسم مسايس تقدروا تضيفوهم. أنا اكتفيت بهذه المكونات اللي عندي. وهون هذا هو الدجاج كيف تشوفوه عقبني الطاب ومرقته من الفران. كيجي على هذا الشكل وكتجي فيه واحد المنقة مضغمرة وكيجي مذاقه زين. هون حضرت ديسير ولا فروتة قطعتها على هذا الشكل، كتجي يعني بهي الطريقة سهلة. هون ملي شلاضة اللي حضرت معاكم حطيتها على هذا الشكل كيف تشوفوا، مائدة بسيطة وسهلة. اخترت عني يعني نشارك معاكم، تبقى يعني كاختراح ولا فكرة، المهم نتمنى عنها تعود نالت اعجابكم. هون طفيلات لنعود لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى عني نال اعجابكم ونتمنى عنكم تخلوا لي لايك باش يطلع الفيديو. طفيلات اول مره يزوروا قناتي ما تنساو تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد، وخليتكم فمان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.